كوره فخر. في واحدة ساكنة هنا اسمها بسمة؟ قصدك البت بسمة بنت أم بسمة؟ هي. فهمت. هو أنت عاوز تقضي يا باشا؟ طب بص يا فخر، من أجل إن أنت ضيف بلدنا أنت والباشا، وتضيف بلدنا سلطان، أنا هعمل معاك فوق الصح. لو عاوز تقضي فكك من أم بسمة دي خالص، ومعايا ليك اسطفة حاجة كده إنما إيه؟ قولهاش. هتخلص يا لو تقول البيت فين؟ خلاص يا عم الشوح، ما تزقش واهدى على نفسك كده. ترى حارة قدام على البيت اللي على الشمال هتلاقيه في وشك. هو ده البيت. يلا. لا انا هستنى هنا، اصل انا ماليش في الحوار ده. هعمل كام مكالمه كده واستناك. طب مش هتاخر عليك. السلام عليكم. نعم. أنا رحيم أخو هشام. بسمة موجودة؟ ادفعوا عليه وعلى الأشكال اللي من طنطو. أنتوا متدبقنا ولا إيه؟ مفيش وراكوا غيرنا. ده هي تاخدكوا، ما جاش من وراكوا إلا الوكسة إلهي تتوكسوا. اتكل على الله اللي خرم لك وشك. طب قلبك أبيض. هما كلمتين وهمشي على طول. ماشي. ادخل اطرش البقين، الماء مقطوعة، مفيش حاجة تشرب. بت يا بسمة، واحد عايز. أنا كنت معدية من هنا بالصدفة، ولما عرفت إنك بتدي الكورس ده، قلت طب والله فكرة أحضره، أصلي بحب قوي حكاوي التنمية البشرية دي. اللايف كوتشنج صح؟ تشرفي، بس ابقي احجزي الأول مع لامي عشان لو جيتي تلاقي مكان. وهو أنا محتاجة حجز برضو يا داليا؟ ده انا قلت العشره اللي ما بيننا هتخليكي تقولي لي اجي اي وقت من غير حجز، عشان لو جيتي وما لقيتيش مكان ما تزعليش. بس تمام. انت عرفتي ان رحيم خرج؟ اتقابلته؟ انت مش جايه صدفه بقى. ما انا حتى لو حلفتلك مش هتصدقيني. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده. انا اكدت على كل القنوات يا دكتوره، كلهم جايين، اطمني. اوكي. شكلك كده مشغولة قوي. طيب يا حبيبتي أجيلك وقت تاني، بس بقي خليني أشوفك يا داليا لحسن، أنتي وحشاني قوي. ده لو وقتك يسمح طبعا. أنتي كويسة؟ أؤمر. انتي بسمة؟ طب اقعدي. امتى اخر مرة شفتي فيها هشام؟ وده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ ما كنتش يعني اعرف ان اخو هشام شغال في المباحث. مباحث؟ يا لهوي! ياما لما ترموا ودنك بينضفيها. انا بتاريق. نقي كلامك يا بت، دي التاتي متلبشة. اكتمي بقى. اخر مرة شفتي فيها جوزك امتى؟ من كتير يا عينيا. ولو عايز تفتش البيت يا حبيبي فتش. زي اللي قبلك. هو في حد جه قبلي وسأل عليه؟ إلهي تتهري مصارينهم. من يجي أسبوع. مين؟ شوف أنت بقى، لما حد يجي بيتك عايز يضربك هيبقى عندك وقت تتساير معاه وتسأله اسمك إيه؟ هو
وانتي بتشتغلي ايه بالظبط؟ موديلز في التلفزيون. يعني اخوك متجوز البت قديله سنه وزياده ما شفناكش يعني، ولما يغطس تقب زي القضا المستعجل وتيجي تسال عليه؟ هو الشبح كان مخفي فين؟ كنت في السجن. رد سجون يعني؟ يعني من الاخر كده ما تعرفوش عنه حاجه. ولا عايز اعرف. اخوك ده يا حبيبي ما بيعملش حاجه في حياته غير يلبسني المصايب ويخلع هو، حتى اخيرا مسبت الواد ابنه ما هنش عليه حتى يعمله شهاده ميلاد. ابنه؟ ماشي ماشي ماشي، سلام. يعني انت ما كنتش تعرف ان اخوك مخلف؟ رحية! لما رحت طعمت الواد حتى. شش! رحية! قول على رحيم يا رحمن يا رحيم. مش جايين عشان كنتوا، جايين عشان انا. خليكم زي ما انتم، مش هيحصل لكم اي حاجه. النبي مالوش ذنب، وعايز هشام اخوك، والنبي ربنا يخليك يا ابني مالوش احنا نقعد مع بعض علشان كل شويه تبص في ساعتك كده؟ لا لا ابدا يا حبيبتي، اصل الولاد عند مامتك وانا خايف يعني يقرفوها وكده. واحنا خارجين علشان نتكلم عن الولاد ومشاكلهم، احنا خارجين نقعد مع بعض، ولا انت بقى عايز تحسسني بالذنب علشان تسيبني؟ هو انا بسيبك عشان مراتي التانيه؟ انا بسيبك عشان شغلي. ما تردش حبيبتي. ما ينفعش. ايوه خليك مكانك، ما تتحركش، انا جاي لك حالا. هو ايه اللي جاي حالا؟ خدي بقى تاكسي وروحي لمامتك كمان. معلش في مشكله في الشغل يا حبيبتي لازم احلها. بحبك. Yes.
In my past life as a soccer coach, once you win a national championship, everybody wants to come play for you. Really not true. Once you pay them $25,000 a year in scholarships, everybody wants to come play for you. And parents would always come to me and they'd say, okay, my son, my daughter wants to come play at your university. What is it that we have to do? Hello? مبروك الندوة يا دكتورة داليا، حاجة عالمية الصراحة وتشرف. كان نفسي تكمل على خير، بس يلا بقى مفيش نصيب. اهربي دلوقتي وبسرعة. يلا خير يا حضرة الضابط، في ايه؟ ألو؟ أيوة يا سيدي، دكتورة داليا؟ مالها؟ مخدرات؟ كنت فين من الصبح يا هانم؟ جرى إيه؟ مالك؟ في إيه؟ يعني مش عارفة في إيه؟ خميس ما كلمنيش من الصبح، أنا مش عارف تأخر ليه؟ مش مهم يتأخر، المهم يخلص. يخلص؟ يا خوفي يا خوفي يا أمينة. ما تخافش يا حبيبي. رحيم لو عرف إن إحنا ورا الحوار ده هيبعتنا رحلة للآخرة. رحيم ما بقاش زي زمان يا سيد، السجن هدو. هدو؟ اشتري مني، رحيم راجع ينتقم من الكل. ده حتى نظرة عينيه قوية زي ما هي. نظرة عيني يا حبيبي، وإنت إزايك؟ عامل إيه دلوقتي؟ ان شاء الله تكون بخير. ترياقي براحتك على الاخر، بس ما ترجعيش تعيطي لما تعرف انه فرق من العيال دي وعارف ان احنا ورا اللي حصل. انت ايه على قلبك مروح؟ انت معصباني يا امينه. جرى ايه يا سيد؟ ما تهدى كده شويه يا حبيبي. حاضر. متقفلة بالعربيات ومش عارفين تخشوا، ما تتصرفوا، انتوا هتستعبطوا. انتهينا رحيم.